السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابي وأحبائي طلاب جريد 2، معكم مستطعة الغيطي من قناة ذاكرة الحساب وماس. النهاردة هناخد ليسون نمبر 36، اللي هو التايتل بتاعه بعنوان Estimation to Add and Subtract Two Digit Numbers. الدرس ده مهم جدا وعايزك تركز في كل كلمة بتتقال عشان تعرف تحله بإذن الله في الآخر، وخلي بالك عايزك تحل لوحدك من غير مساعدة بابا ولا حتى ماما. يلا نبتدي. يعني ايه كلمة estimation؟ estimation ان هيكون عندي numbers وانا بخليه يكون easy. ال estimation هو makes number او makes the number easier to add and subtract، يعني بيخلي الرقم اللي قدامك ده بيكون ايزي وسهل، يعني بيخلي النمبر يكون ايزي عشان اقدر اعمل له اد او سبتراكت بسهوله. طبعا جايب لي هنا ال 120 تشارت وانا مش هستخدمه خالص. تعالوا كده ندخل في الدرس على طول. قال لي هنا use the 120 chart to estimate the following numbers. انا مش هستخدمها التيبلز ده. وهنتعلمه ازاي نحله لوحدنا. هنا بيقول لي 41 is closer to. closer يعني اقرب لمين. اول حاجة هنا هوس على in digits in once digits، ولا هنا اللي هو 1. انا عندي نوعين من النمبرز، numbers make round up و number makes round down. round up او round down يعني ارقام بتزود او ارقام ما بتزودش. round up ديت يعني بتزود، round down ديت يعني ما بتزودش. round down يعني ما بتزودش. طب ايه هي النمبر اللي ما بتزودش؟ not make او بتعمل round down، makes round down يعني ما بتزودش خالص، اللي هي 0 1 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4. النمبرز ديت ميكس ايه؟ راوند داون يعني ما بتزودش، ما بتديش اللي جنبها حاجه، ارقام بخيله، ارقام بخيله. اما النمبرز اللي ميكس راوند داون راوند اب بتزود وبتدي لزملاتها، بتدي لها 1 اللي هي ايه؟ 5 6 7 8 9. 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9. يبقى احنا عندنا نوعين من النمبرز، نمبر ميكس روند اب ونمبر ميكس روند داون. روند اب يعني بتزود، روند داون يعني ما بتزودش خالص. ميكس روند داون ما بتزودش زي 1 2 3 4 1 2 3 4. طب الارقام او النمبرز اللي ميكس روند اب بتزود، بتزود عن جنبها 1، بتدي لها 1 ماشي، اللي هي 5 6 7 8 9. 5 6 7 8 9 دي بتزود، بتعمل روند اب. هنا ال 1 ده بقى ميكس روند اب او روند داون؟ يعني بيعمل روند اب ولا روند داون؟ ها فكر كده، اهو روند داون يعني ما بتزودش، فانا بكتب ما بتديش اللي جنبها ده حاجه، فبكتب النمبر ده زي ما هو وبحط من عندي انا 0، بقت 40. يبقى ال 41 ده closer to 40. 41 closer to 40 يعني اقرب لمين؟ لل 40. هتقول لها مستر انا ما فهمتش حاجه. هقول لك طيب استنى، هنا برضو look add number digit 6 ones. ال 6 ديت makes round up or round down؟ بيزود ولا ما بيزودش؟ ها فكر كده، رقم كبير اصلا بيزود، بعد ال 5 بيزود. بيزود على اللي جنبيه 1، هيدي لل 2 to 1 على طول، بيدي 1. هيبقى كام؟ 2 بلس 1 ايكوال 3، والزيرو ده من عندك انت عشان يبقى 30، عشان يبقى 30. طيب هنا 14 is closer to، برضو هنا هبص على النمبر بتاع الوانس، الفور. الفور ميك روند اب او روند داون؟ الفور اهو روند داون يعني ما بيزودش، يعني بيسيب النمبر اللي جنبيه زي ما هو. الوان ده هينزل زي ما هو تمام، وبعد كده احط الزيرو من عندي بقى 10.
طيب ال 8 هنا is closer to برضو هنعمل لها برضو ال 8 ديت round up makes round up or makes round down يعني بتزود ولا بتزودش؟ ال 8 بتزود هتزود على مين؟ على اللي جنبيها اللي جنبها مش حاجة لا اللي جنبها فيه زيرو بس ما بيتكتب شيء فبتدي لها 1 1 plus 0 equals 1 والزيرو ده من عندك انت في الاخر طيب هنا بيقول لي 89 هنبص على ال 9 ال 9 ميكس روند اب او روند داون طبعا روند اب هيدي ال 8 ده 1 8 plus 1 equals 9 وبحط الزيرو ده من عندك هتبقى 90 هنا 73 is closer to برضو هنبص هنا على 3 3 ديت ميك روند اب او روند داون ها فكر كده روند داون ما بتزودش فال 7 دي تتكتب زي ما هي والزيرو ده من ايه؟ من عندك انت. هتقول لها مستر انا عايز تمارين اكتر اقول لك اهوت في تمارين اكتر هنا وهتلاقي الشيت ده موجود في وصف الفيديو لو انت عايز تحمله في اي وقت. تعال نحل كده هنا برضو بيقول لي هنا بيقول لي 81 و 79 و 48 تشوف بقى ال 8 هي ديت مثلا بتعمل روند اب ولا روند داون؟ روند اب طبعا فال 4 ده هتبقى كام؟ هتزود لها 1 تبقى 5 واحط زيرو من عندي. وهكذا هنا بيقول لي use the 120 chart to estimate عايزك برضه تعمل estimate على فكره يا ولاد اللي احنا بنعمله ده اسمه estimate بقرب الرقم estimate يعني تقريب للرقم بخليه easy هنا 27 plus 11 انا عايز اعمل له هنا قال لي estimation الاول هعمل له estimate وبعد كده هعمل له ايه؟ هجمعه زي ما قلت لكم هنبص على ال 7 ال 7 هل يا ترى بيعمل روند اب ولا روند داون؟ ها؟ ميكس روند اب فال 1 بلس 2 ايكوالز 3 واحط الزيرو ده من عندي. طب ال 1 ده ميك روند اب او روند داون؟ روند داون فهسيب ال 1 ده زي ما هو والزيرو ده من عندي. بقى 30 بلس 10 ايكوالز الايه؟ 40 وهنا 27 بلس 11 ايكوالز 40. اللي تحتيها هنا برضو ديجيت 1 اللي هو 6 ميكس روند اب او روند داون؟ فكر روند اب بيزود. هيزود ال 1 ده 1 يدي ال 1 ال 1 ده هيبقى كام؟ هيبقى 2 والزيرو ده من عندك انت وده 40 زي ما هو بينزل زي ما هو مش هتعمل له اي حاجه بقت 20 بلس 40 20 بلس 40 40 بلس 20 ايكوالز كام؟ 60 وهنا برضو 60 بلس 40 از اباوت 60 خلي بالك ان المسائل اللي هنا دي ماينس يعني احنا هنعمل استيميت وبعد كده ها نعمل ماينس 62 ال 2 ديت ميكس روند اب او روند داون ها روند داون يعني مش هتزود فال 6 تتكتب زي ما هي وبحط الزيرو من ايه؟ من عندي انا برضو ال 1 ده ميكس روند اب او روند داون ما يزودش فهيعمل روند داون فال 2 تتكتب زي ما هي وبحط الزيرو من عندي بقت 60 ماينس 20 60 ماينس 20 ايكوالز كام؟ ها فكر كده طلع كده 60 6 فينجرز ها طلع close 20 two fingers اتفضل لك كام remainder 4 يعني 40 هنا 40 وهنا برضه 40 طب 59 ال 9 ديت ميكس روند اب او روند داون روند اب فال 5 ديت هتبقى 6 واحط زيرو من عندي هنا برضه 7 ميكس روند اب فهتبقى ايه ال 3 ديت تبقى 4 واحط زيرو من عندي بقت 60 ماينس 40 ها اوبن اوبن 6 finger طلع 6 صوابع close 4 finger ناقص 4 صوابع فالريميندر هيكون 20 وهنا برضو 20 يبقى ده يا ولاد اسمه الاستيميشن اسمه الايه الاستيميشن انا عندي فيه نوع تاني من الاستيميشن وده سهل جدا استيميشن عن طريق يوز بليس فاليو استراتيجي تو استيميت وده اسهل واحد فيهم بس خلي بالك لازم انت تعرف تفرق ما بين الاستيميشن الاولاني والاستيميشن اللي احنا هناخده ده اللي هو التاني يوز بليس فاليو استراتيجي تو استيميت يبقى الاستيميشن اللي احنا نتكلم فيه ده دلوقتي اسمه place value strategy place value strategy طب ده يا مستر بتعمل ازاي هنا بيقول لي 52 يبقى انا هاخد الايه ال50 بس التنس 52 هقول بس ال50 مش من غير بقى ما ابص على الروند اب ولا الروند داون ولا الكلام ده طب هنا بيقول لي 32 هاخد ال30 اللي هو النمبر بتاع التنس بغض النظر عن الونس ايه خالص ولا كانه موجود بقت 50 بلس 30 ايكوالز ها ده بلس 80 وهنا برضه هيكون 80 هنا 11
ده اسمه الاستيميشن ده بليس فاليو استراتيجي. بليس فاليو استراتيجي هنا في 10 وانا سكست 3 فباخد ان السكستي 10 بلس 60 ايكوال 70 وهنا برضو هيكون 70. طب هنا 36 93 هكتب هنا 90 52 هكتب هنا 50 90 minus 50 equals هيكون 40 وهنا برضو هيكون 40 36 هاخد 30 وال 14 هاخد هنا 10 بقى 30 minus 10 30 minus 10 equals 20 وهنا برضو هيكون 20.